اهلا بيكم على قناتكم، قناة دروس الماني اونلاين. ولو مش عامل اشتراك اعمل اشتراك، وما تنساش تفعل زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وده فيديو جديد وانا اسماء جويلي، ويلا بينا نبدأ. كلنا عارفين ان النفي في الالماني بقاين ونيش. اول ما بنتكلم على النفي اول حاجه بتيجي في دماغنا في نيجاتيون في الالماني هو القاين ونيش. النهارده بقى هناخد حاجه تانية غير قاين ونيش، هي ان في كلمات خاصه في النفي بنستخدمها في الجمله بتدي معنى النفي، والكلمات دي هي ليها اصل مثبت، ولكن الاصل الكلمات دي ما بتتنفيش غير بالكلمات النفي بتاعتها. طبعا مش فاهمين اي حاجة، كل حاجة توضح بالامثلة. زي مثلا كلمة يمند، يمند معناها شخص ما، شخص ما. يمند ما ينفعش ننفيها لا بقاين ولا بنشت. طب ننفيها بايه؟ بنيمند، بنيمند. وحتى لو الجملة اصلا ما فيهاش يمند، فانا لو عايز استخدم اسلوب النفي بان اقول ولا حد ولا شخص، بستخدم نيمند. اجند فو ويبقى ال، نفيهم بيبقى نيجند فو ونيرجند. الاثنين اجند فو يبقى ال معناها في مكان ما، ويبقى ال معناها في كل مكان. نيجند فو او نيجند معناها في ولا مكان، في ولا مكان اطلاقا. مانشمال واوفت وايما والحاجات اللي بتدل على الاستمرارية هيكون فيها ايه غير كلمة ابدا؟ مانشمال احيانا، اوفت غالبا، ايما دائما، كلهم بيجي نفيهم ني او نيمالز. ني صح ونيمالز صح، مفهومش اي حاجة، مفهومش اختلافات غير اختلافات بسيطة، ولكن الاتنين بيدوا نفس المعنى وهو ابدا. طيب عايزين ناخد امثلة. مبدئيا البيزون دا نيجاسيون فاتا اللي انا قلتها دي بتستخدم اكتر في صيغة السؤال والاجابة. ان حد بيسألك بصيغة مثبتة فانت بترد عليه بالنفي، وممكن زي ما انا قلت في الاول ان احنا نستخدمها اصلا في الكلام وبتدي معنى النفي. ان انا لو قلت ولا حد ولا مكان بيكون الجملة هنا منفية من غير قاين او نشت، عشان كده هي اسمها كلمات النفي. خلينا ناخد امثلة. زي مثلا هاست دو اتفاس في اشتاندن، ناين اش هابي نيشت في اشتاندن. اتفاس ونيشت من الكلمات برضو المهمة، ان اتفاس معناها شيء ما، طبعا احنا عارفين نيشت معناها ولا شيء، نيشت ولا شيء. فهنا بيقول له انت فهمت حاجة، فقال له انا ما فهمتش اي حاجة. فإدفاس مثلا معناها فهمت اي حاجة او فهمت شيء في الجملة دي، فبيكون نفيها نيشت. ونركز هنا ان غالبا لما بتتواجد كلمة إدفاس بننفيها بنيشت. كان ديا يماند هيلفن، هل حد ممكن يقدر يساعدك؟ ناين نيماند كان ميا هيلفن، لا ولا حد يقدر يساعدني. جبت اس، هي اجند فو اين كافي، في هنا في اي مكان كافي. ناين هي جبت اس نيجند فو اين كافي او نيجند معناها لا مفيش هنا اي كافي، مش موجود اطلاقا. زيست دو مانشمال فعل، هل تشاهد التلفزيون احيانا؟ مانشمال اوفت امر، خلينا نتفق نفيهم بني او نيمالز. ناين ايش زيه ني او نيمالز فعلا، لا انا ما بشوفش التلفزيون اطلاقا، ما بشوفش التلفزيون ابدا. طيب مثال تاني على اوفت، جاد اير اوفت انس شفن بات، هل تذهب الى المسبح؟ ناين فيا جيه ني انس شفن بات، لا احنا ما بنروحش للمسبح خالص. ليست اير مانشمال دي بيلدت سايتونج، بيلدت سايتونج دي مجلة مشهورة جدا في ألمانيا اسمها بيلد، فهنا معناها هل تقرؤون أنتم مجلة بيلد؟ ناين فيا ليزن ني أو نيمالز دي بيلدت سايتونج. طيب آخر مثال، فيغن زي شون أوفت إن برلين، شون إن شاء الله هنبقى نعمل عنها فيديو. هي كلمة دايما بتبقى زيادة في الجملة، يعني لو حذفناها من الجملة ما بنحسش بفرق قوي، ولكن بتدي احيانا معاني كده توكيدية. فشون احنا عارفين انها بتيجي بالفعل وبتيجي كمان بمعنى سابقا، فاحنا لما تيجي كلمة سابقا ايه اللي معناها لسه او مازال؟ هي النخ. فهنا بيقول فاغن زي شون اوفت ان برلين، يعني هل كنت قبل كده مسبقا في برلين؟ وهنا اوفت معناها ان انت هل كنت هنا غالبا، كنت بتيجي برلين هنا قبل كده عشان كلمة شون. ناين ايش فا نوخ ني ان برلين، نوخ هي نفي شون، شون معنى سابقا.
فنوخ معناها ما زال او لا يزال، فانا عايزه اقول لا لم اكن ابدا في برلين، فتبقى ناين اشوار نوخ ني ان برلين. ولو ما استخدمتش نوخ وخليتها ناين اشوار ني ان برلين هيكون صح، وبرضه بتدي معنى النفي. اتمنى اكون استفدت وكل المعلومات جديده بالنسبه لكم. ما تنسوش تسيبوا لنا رايكم في الكومنتات وتقولوا لنا في دروس ايه تاني حابين نناقشها معاكم. شكرا ليكم.